خروج النادي الاهلي من بطوله دوري ابطال افريقيا بقى نادي الزمالك هو المنافس المصري الوحيد، والنهارده عنده مواجهه مهمه جدا مع فريق الوداد المغربي. عشان كده نزلنا نشوف توقعات الناس للماتش، ويا ترى الاهلاويه هيشجعوا الزمالك ولا لا. متوقع ايه التشكيل المثالي اللي يلعب بيه الزمالك النهارده؟ الهجوم يكون باسم، الدفاع المعروف يعني اعتقد اسلام جمال، علي جبر، طارق حامد في النص، الشناوي، علي جبر واسلام جمال، على يمينهم احمد توفيق وعلى شمالهم رمزي خالد، قدامه طارق حامد وابراهيم صلاح ومصطفى فتحي وشيكابالا وايمن حفني، قدام باسم مرسي. احمد الشناوي في حراسه المرمى، علي جبر واسلام جمال، على شمالهم رمزي خالد ويمينهم احمد توفيق، في نص الملعب ابراهيم صلاح، طارق حامد ومعروف يوسف، وقدام شيكابالا وايمن حفني وباسم مرسي. يعني مثلا الشناوي عنده ورا هيبقى في دودار واسلام جمال، يلعب برمزي خالد، استالي قدام في الهجوم، يلعب في نص الملعب ابراهيم صلاح. متوقع نتيجة الماتش تخلص كام؟ ان شاء الله يعني اقل حاجة 3-0 ان شاء الله. ممكن 3-1 للزمالك. يعني 2-0. 2-0 للزمالك ان شاء الله. ان شاء الله 2-1 للزمالك. 2-0 للزمالك. ان شاء الله 2-0 للوداد. ممكن الزمالك يكسب 1 او حاجة. يخسروا 2-0 مثلا. ان شاء الله. 3-1. 1-0 للزمالك. 4-0 للزمالك كده يعني. 2-0 للوداد. متوقع مين يجيب اهداف النهارده؟ باسم ومصطفى فتحي ان شاء الله نفوز 3-0. ممكن باسم مرسي ومصطفى فتحي. باسم مرسي جون وشيكابالا ان شاء الله جون. مش شرط بقى مين يجيب، سواء باسم مرسي او غيره، او المهم ان الزمالك تكسب، مش شرط يعني. باسم مرسي وعلي جبر. باسم مرسي وايمن حفني لو نزل، او مصطفى فتحي. باسم مرسي. باسم مرسي، مصطفى فتحي، ايمن حفني.